منذ انطلاق الأذان من أعلى سطح الكعبة المشرفة في يوم فتح مكة، كان بصوت بلال بن رباح رضي الله عنه بأمر من محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأفئدة المسلمين معلقة بالنداء للصلاة. إبداع فني وتقني مع تعاقب القرون وتوالي السنين وتزايد أعداد زوار بيت الله الحرام وهذه التوسعات الضخمة دعت الحاجة لإيصال صوت الأذان بشكل أكبر. استأذنك الحاج الكريم. السلام عليكم. السلام. الله يمسيك بالخير. اسم الكريم؟ عبد الكريم. أهلا وسهلا أخوي عبد الكريم، من فين؟ من الجزائر. أهلا وسهلا فيك. كيف متخيل مكان المؤذن؟ أنا عندنا في البلاد المحراب. المحراب قرب الإحرام. المحراب والمؤذن بقربه. إيش رأيك تشوف معانا اليوم تتعرف معانا على كيفية رفع الأذان من المسجد الحرام؟ إن شاء الله. يلا على بركة الله. حاج عبد الكريم، أنت عارف المكبرية هذه مكان مخصص للمؤذنين، تبعد المكبرية مسافة 25 متر عن الكعبة المشرفة. والله العظيم هذا فخر لي. الله يحفظك. وحاجة أن نتعلموها في الحرم. في الحرم. مشاعرك الآن وحنا متوجهين لغرفة رفع الأذان. والله العظيم إلى الحميد عجل. أنت الآن بتدخل هذه الغرفة اللي صوت الأذان يوصل لجميع أنحاء الأرض من هذه الغرفة إن شاء الله. حاج عبد الكريم، هذه هي المكبرية الخاصة بالمسجد الحرام، من هذه المكبرية يصدح صوت الأذان ما شاء الله. خلينا نشوف الغرفة الأولى. بسم الله على بركة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يقويكم. معنا الأخ عبد الكريم اليوم حاب إنه يشوف الخدمات المقدمة في هذه الغرفة. يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يكرمك. حدثونا عن الخدمات الموجودة هنا. الخدمات طال عمرك عندنا الساعات، هذه عندنا الساعة الزوالي دي بنعتمد عليها في تشغيل صلاة الفجر والظهر والعصر. جميل. في التوقيت يعني، وطبعا عندنا الغروبي، هذه طبعا هي ما موجودة في أي مكان إلا في الحرم فقط. الساعتين هذه الغروبي؟ لا، الغروبي الوقت هذا احنا بنعتمد عليه في الحرم لأنه ثابت. عندنا الغروبي المغرب على الساعة 12 ثابتة، ما عدا رمضان بتزيد نص ساعة. وعندنا العشاء على 1:30. هذا الغروبي بس للحرم. كم عدد الموظفين الموجودين؟ احنا عددنا 50 موظف. 50 موظف؟ نعم، موزعين ما بين صيانة وتشغيل وإدارة عندما ينقطع أي ميكروفون. نعم، لما يكون في بديل ليه الحمد لله ولله الحمد، يعني كل ميكروفون لي 2 احتياط، اللي هو الستاند باي والريدان. يعني كم نسبة الخطأ؟ والله الحمد لله، يعني من يوم ما ركب النظام ده ما في نسبة خطأ، زيرو ما شاء الله تبارك الله. وعندنا نظام الكاميرات هذا برضو. جميل. يعني عمر النظام ده ديجيتال، وبنشوف فيه الإمام وقت الصلاة، بنشوف الإمام مثلا هو جالس في الحجر، بنشوف وقت الجنازة لما يجي عند الجنائز، بنشوف المؤذن وقت الأذان برضو. وكم مكبر صوت؟ تقريبا عندنا 6000 سماعة مكبرات صوت ما بين ساحات ومطاف داخل وخارج المسجد الحرام. داخل وخارج. الله يعطيكم العافية. ما شاء الله. ما شاء الله. جهد جبار تشكرون عليه. ما شاء الله. يبارك. الله يقويكم. شاكر ومقدر لكم يا رب. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. الله يجزاكم خير إن شاء الله. إن شاء الله. الآن ننتقل للغرفة الأخرى، غرفة المؤذن. إن شاء الله. الآن الغرفة الخاصة لرفع الأذان. زي ما تشايف الآن المؤذن جالس يرفع النداء. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وباته مقام محمود الذي وعده. حاج عبد الكريم، ايش مشاعرك الان والله بعد ما شفت الاذان يرفع من هذه المكبريه؟ والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تفضل الان ندخل المكبريه نطلع عن كثب نشوف. بسم الله. بسم الله. على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف الحال شيخ محمد شاكر؟ ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. معنا الأخ عبد الكريم من الجزائر. يا هلا. كيفك يا هلا؟ حياك الله. يا هلا. كيفك شيخ؟ يا مرحبا.
بالجزائر وبأهل الجزائر إن شاء الله. الله يسلمك. من المقبولين إن شاء الله. إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم آمين. سعيكم وعمرتكم ودعاءكم إن شاء الله. ربنا يوفقكم ويحفظ لكم بلدكم ويحفظ أهلكم وذرياتكم آمين. إن شاء الله يا آمين. رب العالمين. آمين. كيف أذان مكة وتبليغ مكة؟ والله لو كده طريقة خاصة تختلف عن الثانيين. إحنا نهتم بالأذان وبالتبليغ وبالطريقة المكية إن شاء الله تكون تسمعوها وتناسبكم إن شاء الله. والله العظيم الشيخ عندما نسمع الأذان الحرم مثل الهواء نستنشقه. واحد إيوة يستنشق هناك. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب إن شاء الله رب إن شاء الله من المقبولين إن شاء الله ونشوفكم في برات قادمة وإن شاء الله وندعي لكم دائما بالبركة والقبول إن شاء الله. لينا الشرف إن شاء الله. وإحنا في خدمة كل حجاج بيت الله الحرام وكل الزوار وكل المعتمرين إن شاء الله. وإن شاء الله نكون عند حظ ظنكم إن شاء الله. بارك الله فيك يا هلا وسهلا يا مرحبا الله يحييكم يا هلا يا هلا. بارك الله فيك يا شيخ. زي ما شفت حاج عبد الكريم هذه هي الغرفة اللي يرفع منها صوت الأذان 5 مرات كل يوم ما شاء الله. حاج عبد الكريم نعم. أوقف معي هنا قدام الميكروفونات. تخيل معي أنه أنت الشخص اللي راح يرفع الأذان وحولك ألوف المسلمين ينتظرون الأذان. والله العظيم عبد العزيز لي شرف أن يكون واقف هنا وأذن في هذا الميكروفون. شعور ما تنجم تعبر عليه. شعور الله يحفظك. نتمنى انه اليوم حققنا لك حلم. الله يخليك. كنت تتمنى هذا الحلم. الله يخليك بارك الله فيك. انا لي الشرف. الله يحفظك. بحضوري معكم. بارك الله فيك حاج عبد الكريم. بارك الله. شاكر مقدر لك يا بارك الله. الله يحفظك. لا إله إلا الله. أجمل الحناجر ترفع أجمل النداء من هذه البقعة المقدسة لجميع أنحاء المعمورة. بالطائفين العاكفين مطهر بيت الإله لمن سما وأتاه شرف لمن بذل الجهود لراحة ساعين والداعين ذاك الجاه ويطوف بالزوار حين طوافهم وبخطوهم يسعى إلى مولاه الضيف ضيف الله وهو ببيته طوبى لخادمه ومن يرعاه طوبى لخادمه ومن يرعاه